أعزائي طلبة الطلبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس اللغة العربية. درسنا اليوم هيكون من فروع النصوص وبعنوان عباد الرحمن. عباد الرحمن قرآن كريم، هذه الآيات وردت في سورة الفرقان. طيب في البداية كده تعالوا نعرف كده مع بعض ماذا تعرف عن سورة الفرقان. سورة الفرقان سورة مكية، عدد آياتها 77 آية، ترتيبها في القرآن 25. يقصد بالفرقان القرآن الكريم، وقد سمي بذلك لأن الله فرق فيه بين الحق والباطل. والآن لنستمع إلى الآيات الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بعد أن استمعنا إلى الآيات لنستمع إلى كل آية على حدة ونتناول تفسيرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بعد أن استمعنا للآية الأولى تعالوا كده مع بعض نعرف أهم اللغويات في الآية. عباد الرحمن هم المؤمنون الذين ينفذون أوامر الله ويتجنبون نواهيه. هونا يعني بسكينة ووقار، والمراد تواضعا. الجاهلون السفهاء والحمقى. قالوا سلاما، قالوا قولا يسلمون فيه من الإثم. طيب دي المعاني بتاعت الآية الأولى. طيب يا ترى إيه معنى الآية دي؟ تبين الآيات السابقة صفات عباد الرحمن، وهي إيه صفات عباد الرحمن التي وردت في الآية الأولى؟ أول صفة التواضع، فهم يمشون على الأرض بسكينة ووقار. ثاني صفة الصبر على الأذى، فهم لا يردون الإساءة بالإساءة، وإذا خاطبهم السفهاء بما يكرهونه ردوا عليهم بقول معروف يسلمون فيه من الإثم. يبقى أهم الصفات في الآية الأولى التواضع والصبر على الأذى. نيجي دلوقتي للآية الثانية. الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. طيب بعد ما قرأنا الآية الثانية تعالوا كده نتعرف على أهم اللغويات التي توجد في الآية الثانية. يبيتون يعني يقضون ليلهم، سجدا ساجدين، قياما قائمين يصلون. يا ترى الآية دي بتوضح ايه من صفات عباد الرحمن؟ من صفات عباد الرحمن ايضا الاكثار من الصلاة في الليل والمداومة عليها، مخلصين لله خاشعين متذللين له في سجودهم وقيامهم. يبقى ثالث صفة من صفات عباد الرحمن التي توضحها الآيات الاكثار من الصلاة في الليل. ننتقل دلوقتي إلى الآية الثالثة والرابعة لنستمع إليها
ثم نقوم بتفسيره. الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. طيب بعد أن استمعنا إلى الآيات تعالوا كده نشوف مع بعض أهم اللغويات. أصرف يعني أبعد، عذاب عقاب، غراما لازما، ساءت قبحت، مستقرا مكانا للاستقرار، مقاما موضع الاستقرار والإقامة. يا ترى الآية دي بتوضح لي إيه من صفات عباد الرحمن؟ إحنا خدنا مع بعض أول ثلاث صفات، التواضع والصبر على الأذى والإكثار والمداومة على الصلاة في الإيه؟ في الليل. طيب رابع صفة بتوضحها معايا الآيات، خشيتهم من الله وخوفهم من عقابه بالرغم من اجتهادهم في العبادة. يبقى رابع صفة من صفات عباد الرحمن خشيتهم من الله وخوفهم من عقابه بالرغم من اجتهادهم في العبادة. طيب ايه تاني من صفات عباد الرحمن؟ انهم يدعون ربهم ان ينجيهم من عذاب جهنم لان عذابها ملازم صاحبه، كما انها مكان سيء للاستقرار والإقامة. يبقى احنا دلوقتي اخدنا خمس صفات من اهم صفات عباد الرحمن واللي وضحته لنا الايات السابقه. طيب تعالوا كده مع بعض نشوف باقي الايات. الايه اللي بعد كده بتقول لي ايه؟ والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. بعد ان استمعنا الى الايات تعالوا كده نعرفوا ايه اهم اللغويات في هذه الايه. انفقوا يعني بذلوا أموالهم، لم يسرفوا لم يبذروا، لم يقطروا لم يضيقوا ولم يبخلوا، بين ذلك المراد بها بين الإسراف والبخل. قواما يعني وسطا واعتدالا، يبقى قواما يعني وسطا واعتدالا. يا ترى إيه هي أهم صفات عباد الرحمن التي توضح لنا الآيات؟ أهم صفات عباد الرحمن أيضا أو من أهم صفات عباد الرحمن التي توضحها الآيات الاعتدال في الإنفاق، فهم ينفقون أموالهم دون إسراف أو بخل. يبقى صفة كمان من صفات عباد الرحمن الاعتدال في الإنفاق. طيب تعالوا كده بعد كده نستمع مع بعض إلى الآيات الأخيرة في هذا النص. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بعد أن استمعنا إلى الآيات الأخيرة في هذا النص، طيب تعالوا كده نعرف مع بعض ما أهم اللغويات في هذه الآيات ونعرف إيه أهم صفات عباد الرحمن في هذه الآيات. لا يدعون مع الله إلها آخر يعني لا يشركون بالله. النفس الروح، حرم منع، يفعل يرتكب، يلق يجد وينل، آثاما عقابا، يضاعف يزاد، يخلد يدوم ويبقى، مهانا دليلا وحقيرا، تاب رجع عن المعصية رجع عن المعصية، يبدل يغير، غفورا واسع المغفرة، رحيما كثير الرحمة. دي أهم اللغويات في هذه الآية. طيب يا ترى إيه أهم صفات عباد الرحمن في الآيات السابقة؟ من صفات عباد الرحمن أيضا أنهم يجتنبون الكبائر. طيب إيه هي الكبائر اللي بيجتنبها عباد الرحمن؟ منها الشرك بالله وقتل النفس بغير حق والزنا. يبقى أهم الكبائر التي يجتنبها عباد الرحمن الشرك، قتل النفس بغير حق، الزنا.
طيب، من يرتكب إحدى هذه الكبائر هيكون عقابه إيه؟ يلقى عقابا شديدا، ويضاعف الله له العذاب يوم القيامة، ويبقيه الله يوم القيامة ذليلا وحقيرا. يبقى من يفعل هذه الكبائر أو إحدى هذه الكبائر يلقى عقابا شديدا، يضاعف الله له العذاب يوم القيامة، يبقيه الله يوم القيامة ذليلا وحقيرا. طيب، ده اللي هيفعل الكبائر. أما بقى من تاب إلى الله توبة خالصة وآمن إيمانا صادقا مصحوبا بالعمل الصالح، فأولئك يمحو الله عنهم سيئاتهم ويجعل مكانها حسنات، إن الله غفور لمن تاب رحيما بعباده. يبقى دلوقتي احنا عرفنا ان من يتوب الى الله ويعمل عملا صالحا يمحو الله عنهم سيئاتهم ويجعل مكانها حسنات، ان الله غفور لمن تاب رحيما بعباده. وبكده نكون عرفنا مع بعض في هذه الايات اهم صفات عباد الرحمن. طيب، ايه هي بقى؟ تعالوا نراجعوا كده مع بعض ما اهم صفات عباد الرحمن التي وردت في الايات. رقم 1 التواضع، 2 الصبر على الأذى، 3 المداومة على قيام الليل وهي الصلاة في الليل، 4 الخشية من الله والخوف من عقابه، 5 الاعتدال في الإنفاق، 6 تجنب الكبائر. دي أهم صفات عباد التي وردت في الآيات. يبقى لو جاء لي استنتج أو ما أهم صفات عباد الرحمن التي وردت في الآيات، لازم بذكره الست صفات. والآن بعد أن استمعنا إلى أهم صفات عباد الرحمن مع بعض مواطن البلاغة، أول مواطن بلاغة معايا: الذين يمشون على الأرض هونا، تعبير جميل يدل على تواضع عباد الرحمن. رقم 2 أصرف عنا عذاب جهنم. أصرف ده فعل أمر، يبقى أسلوب أمر غرضه الدعاء. 3 إن عذابها كان غراما، تعليل لما قبل. مع سؤال المتفوقين: التوبة الصادقة فيها خير كثير، وضح ذلك من خلال فهمك للآيات السابقة.